نافذة جديدة بنفتحها مع حضراتكم على عناوين ومانشيتات الصحافة العالمية. تفاعل كبير مع عظة البابا توادروس عشية عيد الميلاد وردود الفعل عليها على مواقع التواصل الاجتماعي. كمان كان في موضوعات كثيرة جدا تناولتها الصحف والمواقع الإخبارية العالمية، بجانب طبعا الوضع في الأراضي المحتلة وحرب إسرائيل على قطاع غزة والاجتماع العاصف داخل الحكومة الإسرائيلية. خلينا في قراءة في الصحف الدولية حول أبرز الأحداث في مصر والشرق الأوسط مع الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد العاطي، مساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك أستاذ محمد وأستاذ منى. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا منا. أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نبتدي على طول من CNN مع وعظة البابا توادروس بطريرك الكرازة المرقسية اللي أثارت تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات تناول فيها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وده من خلال عظة قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. خلينا نعرف إيه ردود الفعل اللي رصدتها CNN. يعني هي CNN اهتمت بكلمة قداسة البابا توادروس لأنها هي جاية في وقت تتزايد فيه عدد القتلى الفلسطينيين، عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين اللي وصلوا على حسب التقديرات لحوالي 22,000 الشهداء الفلسطينيين. نعم ايوه الشهداء الفلسطينيين اللي وصلوا عدد الإصابات 58، النسبة الكبيرة جدا منهم كانت من الأطفال والنساء. ركز البابا توادروس على الأزمة الإنسانية اللي بتواجهها القطاع وخصوصا مع ارتفاع عدد الشهداء ما بين الأطفال، وقارن ورجع للخلفية التاريخية اللي حصلت أيام في الملك اليهودي هيدروس اللي كان بيتم استهداف أو بيتم قتل الأطفال اللي موجودين في بيت لحم، وتحدث حوالين الأوضاع الغير إنسانية والمجازر اللي تحدث في الأراضي الفلسطينية، وده بيجي في اطار التوجه اللي بتوجهه الدوله المصريه للتركيز على الازمه الانسانيه اللي بيواجهها القطاع الاراضي الفلسطينيه، وده كان في اهتمام كبير جدا من CNN لعدد من التدوينات والتغريدات وبعض المقتطفات من كلمه البابا توادروس على المواقع التواصل الاجتماعي، وكان الحديث حوالين القضية الإنسانية وحديث البابا توادروس عن عدم اهتمام الغرب واهتمام بعض القوى الغربية بالقضية الفلسطينية أو بالتركيز على الأزمة الإنسانية اللي بيواجهها القطاع الأراضي الفلسطينية واستشهاد عدد كبير جدا من الأطفال ومن النساء الموجودين في الأراضي الفلسطينية. طيب نروح من CNN لBBC وعنوان الحرب بين إسرائيل وغزة، التحديات الهائلة التي تواجه خطة اليوم التالي الإسرائيلية. ده الموضوع أو الهاجس اللي مسيطر على دوائر صنع القرار داخل الحكومة الإسرائيلية. ماذا سوف يحدث في اليوم التالي بعد انتهاء حرب إسرائيل على قطاع غزة؟ حابين نعرف تفاصيل اللي أوردها موقع BBC حول تفاصيل هذا اليوم، وكمان الدور اللي بتقوم به الدولة المصرية من أجل وقف إطلاق النار. يعني هو التقرير اللي تناولته موقع قناة BBC تحدث حوالين ان هو في غموض في الخطة الإسرائيلية للتعامل ما بعد انتهاء الحرب. تحدث حوالين عدد كتير جدا ان هو في تصريحات او في خطط بتتكلم على ان هو لابد من تحفاظ اسرائيل على قدراتها للدفاع عن نفسها ما بين قوسين، ان ضد بعض التنظيمات او بعض الحركات الفلسطينيه اللي بيتم استهداف العمق الاسرائيلي، والحديث بصوره اساسيه حوالين حركه حماس بحيث ان هو ما يكونش في تهديد ما بين قوسين برضه للدوله الاسرائيليه. كان التركيز اساسي على الجانب الامني، وكان وتحدث التقرير على حوالين ما بعد كيفيه التعامل مع قطاع غزه، وهنا عرض التقرير ان هو في خلافات موجوده ما بين الرؤيه الاسرائيليه وما بين عدد من الرؤى حتى ما بين الرؤيه الامريكيه. تحدث التقرير حوالين لابد ان يكون هناك سيطره للجانب الاسرائيلي او للقوات الاسرائيليه على قطاع غزه، وان ده بيتم رفضه من عدد من القوى الدوليه منها الولايات المتحده الامريكيه اللي هي بترفض ان هو اعاده سيطره الاسرائيل مره ثانيه على قطاع غزه. وكان القضيه الجدليه او القضيه اللي هو ركز عليها التقرير وكان فيها اختلاف حوالين دور السلطه الفلسطينيه. الجانب الاسرائيلي لا يرضى ان يكون يعني
لا يحبذ ولا يفضل ولا يسعى إلى أن تكون السلطة الفلسطينية دور في إدارة قطاع غزة، باعتبار أنه بيسعى إلى الفصل ما بين قطاع غزة والضفة الغربية، وده أشار التقرير أن هذا مرفوض. يأتي هنا دور الدولة المصرية أو موقف الدولة المصرية. الدولة المصرية دورها واضح جدا في هذه القضية. التقرير تحدث حوالين هو عملية التهجير أو لابد من تهجير عدد من الفلسطينيين، وأشار إلى اتصالات ما بين الحكومة الإسرائيلية وعدد من الدول الإفريقية. مصر هنا كانت واضحة جدا في هذا الإطار بأنه لن تسمح بعملية تهجير الفلسطينيين من أرضهم، لأن هذا جزء جدا من أراضي الدولة الفلسطينية، ولن يحل على مصالح أو على أطراف بعض الإقليمية وعلى مصالح الجانب الفلسطيني أو سكان قطاع غزة. الجزء الثاني اللي يتم الحديث عليه وهون هنا مختلفين حوالين ما بين الرؤيه الاسرائيليه والرؤيه المصريه هو دور السلطه الفلسطينيه. مصر طرحت عدد من الرؤى لاداره اليوم التالي ما بعد انتهاء الحرب. كان هناك حديث وهناك توافق ما بين الرؤيه المصريه ورؤيه الولايات المتحده الامريكيه والرؤيه الغربيه بان يمكن الاعتماد على دور للسلطه الفلسطينيه في هذه في اداره قطاع غزه. الجزء الثاني اللي تحدث عنه التقرير وممكن يبقى فيه اختلاف ما بين الرؤيه المصريه وما بين الرؤيه الامريكيه، تحدث على وجود بعض القوى الدوليه وبعض القوى الاقليميه اللي هي تكون موجوده في قطاع غزه للحفاظ على الامن. مصر بترفض هذه الرؤيه باعتبار ان هو يكون في موجود ان القضيه الفلسطينيه هي قضيه لابد ان يديرها هم اصحابها مع بعض من الدعم الدولي. ده بيقول ان هو في تخبط في الجانب الاسرائيلي في كيفيه التعامل مع اليوم التالي لهذه الحرب، وبيدينا القضيه الثانيه ينقلنا الى ان الجانب الاسرائيلي ليس لديه خطه واضحه لهذه الحرب. طيب خلينا نتكلم عن هذه الخطه اكتر. وسكاي نيوز اللي اتكلمت عن تفاصيل اجتماع الحكومه الاسرائيليه واللي شهد اعتراض كبير من وزراء نتنياهو واتهامات يمكن ناس كتير تابعتها في اجتماع وصفته اغلب الصحف بالاجتماع العاصف، ايه اللي شاهده الاجتماع والخلاف كان عليه؟ ده برضه بينقلنا ان هو في عدم وضوح للرؤيه الاسرائيليه. كان الاجتماع بالاساس قايم ان هو في جزء جدا من الجانب العسكري اللي تم توجيه عدد من الاتهامات لبعض اعضاء الحكومه اليمنيه. اول مره نلاقي حكومه يمنيه متطرفه تتضمن عدد من وزراء في مناصب مهمة في الحكومة الإسرائيلية متطرفة، وجهوا انتقادات لي. وهنا برضو بيرجعنا للخلاف حوالين ما بين الرؤية الإسرائيلية للتعامل مع غزة، إنه جزء جدا من الجانب المتطرف أو اليميني إن هو بيرفض الانسحاب الإسرائيلي من غزة في 2005، وبيشوف إن هو جزء جدا من الأزمة اللي بتشهدها إسرائيل مع صعود حركة حماس وتهديد حركة حماس للعمق الإسرائيلي في 7 أكتوبر ده جاي في اطار الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزه، وبيدعو الى اعاده الاحتلال ثاني مره لقطاع غزه. ده قدم توجه عدد كبير جدا من الانتقادات لهذا التيار او وزراء الخارجيه اليمنيين، قدموا عدد جدا من الانتقادات للجيش الاسرائيلي خصوصا في الحديث حوالين اعاده تحقيق لما جرى في 7 أكتوبر للوقوف على الاخفاقات. هو كان وجهه عدد من الانتقادات باعتبار هو المسؤول، هذا التيار اللي هيتم التحقيق في الهجوم 7 من مارس، بيقولوا ان هو المسؤول عن هجوم 7 مارس وان هو بيواجه عدد جدا من الاخفاقات. وهنا بيقول ان هو في خلاف ما بين الحكومه الاسرائيليه، ووجهه عدد من الانتقادات من الوزراء اليمنيين وبعض من وده طبعا استاذ عمر يعني ضد ما يقوم به نتنياهو. نتنياهو يرفض تماما فكره فتح اي تحقيق اثناء الحرب، وبيقول انه التحقيقات يجب ان تفتح بعد انتهاء الحرب وتحقيق اهدافها. حابين نختم مع حضرتك جولتنا الصحفيه من ساندي تايمز البريطانيه بخبر يعني حقيقه خبر مبهج، اختيار مصر ضمن اهم الوجهات السياحيه العالميه المفضله لقضاء اجازه عائليه. ايه المقومات اللي ذكرتها تايمز البريطانيه لاختيار مصر كاهم وجهه سياحيه؟ يعني هي التايمز وهي بتختار عدد من المواقع او من الدول او المواقع الاثريه اللي هي بترشحها بتكون موجوده على اجنده الزائرين او السياح. هو تم التركيز على قضيه على تاريخ مصر وخصوصا الحضاره الفرعونيه والمومياوات والاهرامات، وكان في قضيه هي ما كانش مركزه عليها هي قضيه الامن اللي بدات تشهده مصر. يعني هي ركزت على الجوانب ما تتمتع به مصر من قيم ومن حضاره ومن مناطق سياحيه
السياحيه واتكلمت حوالين ان هو ممكن ياخد القطار من القاهره الى اسوان ويشوف الاثار الموجوده، التاريخ المصري، وبعض ممكن ياخد فلوكه في النيل يعني ويستمتع بالجو المصري، واتكلم على ان هو في ظل عدد من ارتفاع درجات الحراره في الصيف اللي موجوده في الدول الاوروبيه ممكن مصر بتكون دوله يعني مناسبه للسياحه، وده جاي في اطار الترويج المصري للي حصل للسياحه، جاي في اطار اللي هو ما تشهده مصر من استقرار وامن خصوصا بعد فتره من التنظيمات الارهابيه ونجاح مصر في محاربه التنظيمات الارهابيه، اللي هي مصر دوله مستقره في ظل مربع يشهد من عدم الاستقرار. هو ده اللي احنا شايفينه، ولا يخفى على احد الدور المصري اللي ساهمت به في استقرار المنطقه بصفه عامه ككل. كل الشكر ليك الكاتب الصحفي الاستاذ عمر عبد العاطي عفوا، المساعد رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه، شكرا جزيلا لحضرتك. كل الشكر ليك وبنصبح عليك دايما معانا في صباح الخير يا مصر.